يلا حبيبي والله عظمة. بصي كمان الصبة عشان ايدك. يا سلام. شمي، افضلي شمي كده قبل ما تدوقي عشان تشمي ريحة ال. عندك ادمان في انا بعشق القهوة. انت بتحب القهوة؟ انا بعشق القهوة. انا عندي كل الادوات اللي اخترعت ان هي تعمل بيها قهوة في الحياة في البيت، وبعمل كل الحاجات دي اتعلمتها من زمان وبعملها. يلا ندوق. خلينا ندوق ازاي بقى الطريقه بتاعت التذوق بالنسبه لنا علشان ادوق القهوه صح. ويبتدي ان هي تخش على مراكز الاحساس عندي في اللسان. ببتدي ان انا يعني خلينا نقول بالطريقه اللي هي اللي نشرب بيها الشوربه الشاي او اول شاي تعشب شاي دي اهو. ايه ده بجد؟ ايوه اعملي كده. ايه ده ازاي يا جماعه؟ اعملي والله. لا طبعا والله دي طريقه صح. والله دي طريقه. لا التذوق القهوه عيب. والله لا خالص عيب ما يصحش. هو تذوق القهوه على فكره كده، احنا لما بنعمل اختبار على انواع القهوه طيب. بنعملها بنفس الطريقه. طب ماشي، بس استاذ خالد ما يجيبش الكاميرا عليا يعني وانا بعمل كده. يا بنتي هو مش هيبان حاجه اصلا. يلا اهو. طب يلا يا استاذ خالد. استاذ خالد انا ايوه جيب على لا يا استاذ خالد بس. تسلم ايدك بجد طعمها خطير حبيبي. الف هنا. لا انا هدوق بطريقتي العاديه. يا نرمين بقى يا نرمين بس يعني. لا احنا لازم على فكره يعني نجرب الطريقه دي علشان خاطر ان والله العظيم ده الناس بتتريق عليها الطعم اللي احنا يعني نرمين هيشتموني. نرمين يلا. طب اعملها تاني كده. اعملها تاني. نعملها تاني اهو. عارفه زي حماده هلال تعشب شاي اهو كده. اه والله والله العظيم بتعرفي الدقيق كويس على فكره. ده كمان مش بس في القهوه، ده اي مشروب هي عملتها بالظبط. عملته ده اي بيبين لك طعم القهوه. ايوه بتمسك في درجات ثانيه وبتمشي على مراكز الاحساس في اللسان علشان تعرفي تدوقي القهوه صح. لا جامده. اي متخصصين في الفود اند بيفرج بيدوقوا المشروبات بالطريقه دي مش بس القهوه.